أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم. أخوكم عزيز من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالضبط من الضفة الأخرى ديال هودسون ريفر، اللي يعني كما كتشوفوا هذه هنا نيويورك. المسألة، الناس، واحد مجموعة ديال الناس كيتكلموا على هذه القضية ديال ترامب. فنقول لكم هذه القضية بأن هذا بلد القانون، وكما كتشوفوا بأنه القانون لا سواء على صعيد الولايات ولا صعيد الفيدرالي، أنهم وقفوا هذا الحظر ديال منع المسلمين من الدخول إلى أمريكا، وبأن هذا بلد القانون، وترامب راه لا يشكل شيئا هنا، القانون هنا فوق الجميع. ف بطبيعة الحال خصنا نعرفوا بأنه هذا البلد هذا كيتمتاز بواحد النوع من الاستقرار، وبأنه الحقوق ديال المهاجرين مضمونة، سواء منهم اللي في يعني لو سواء الشرعيين وغير الشرعيين، حتى أن هناك بعض المدن أو بعض الولايات اللي قانونيا ما يمكنش شرطي ولا شي حاجة سميتو شي رجل أمن يجي ويسول شي واحد واش عنده الأوراق، خلافا لما كيوقع مثلا في بعض الدول في أوروبا وخاصة فرنسا. فهنا الحمد لله يعني تعرفوا واحد القضيه بانه حتى في الوقت من بعد 11 سبتمبر ما عمرني شخصيا انا عرفت شي نوع من الكراهيه ولا واحد التجاوز من بعض الناس مثلا يعني عنصريين ولا كذا، مع العلم انه بعض الدول اللي يعني ما موقع فيها لا 11 سبتمبر ولا هذا يعني تحاملوا على المسلمين وعلى العرب. وهاد الناس هادو هنا في امريكا يعني كما كيقولوا الله عمرها دار، انا شخصيا ما عنديش مشكل، عندي جنسية أمريكية، وكنعرف ناس اللي ما عندهمش كاع جنسية أمريكية، ولحد الساعة كيتمتعوا بنفس الحقوق ديالهم. عندك الأوراق ما عندكش، عندك نفس الحقوق بأي بحال.